ما نكتروش عليكم، هي الفكرة جات من عند الأخ محمد بن مزرق المقرني اللي كان في فرنسا. هذا هو كان مدرب في هذا الوقت، كان يدرب في فرنسا. مشاو مع الطلبة تاع لوجما اللي كانوا سو لي جي دو اف ال ان بيان سور، مشاو لموسكو فيستيفال مونديال، مهرجان العالمي للشبيبة. كملوا المهرجان، دخلوا لفرنسا لابد، وكل كانوا اللاعبين كانوا شويه، ما كانوش بزاف طلبه، مي كان مخالفه معاهم اللي معروف، وزيتوني عبد الغني، ماهوش مصطفى رويزاتور. هذا واش كان معاهم لاعبين كرة القدم اللي معروفين. كي جاو مولين كملوا المهرجان، بومزرق الله يرحمه ويوسع عليه، جاته فكره باش يكون فريق وطني بالمحترفين. مشى نيس، اتصل بنتيفور. بنتيفور هو كان كبير فينا وكل، وكان منظر الحق صحيح وكان صحيح. ومن بعد اتصل بالعريبي، بعد تلاقى معايا انا كوم بار ازار، ما نقولش جا عندي ولا مكتوب هكذاك. حتى قال لي هايدي كنتلاقاو مع عريبي في مضرب فلاني، رحنا وقصرنا سمانه الاولى، سيتي ديسمبر 57 في ديسمبر 57. ما قال لي والو، شربنا قهوه قصرنا، ومن بعد قال لي تخرج من الكازيرنا. قلت انا كل اربعه نخرج، عندك حاجه على الساعه تاع الليل لازم نكون في الكازيرنا. هذا ما كان. قال لي مالك كل اربعه نتلاقاو في القهوه الفلانيه كافي دو لوكسمبور. هكذا كان الحال. السمانه الاولى ما قال لي والو، الثانيه ما قال لي واحد، كل واحد ثلاث سمانات. ومن بعد مع عريبي، وكان معنا دكتور مولاي الطاهر هذا اللي كان يستكلف بالطلبه و 115 بولفار سان ميشيل، لي ستوديون تاعنا، الطلبه تاعنا الجزائريين. قال لي واش تخمم لو كان نكونوا فريق وطني بالمحترفين؟ قلت له هذه فكره عالميه هكذا. قال لي ما لا حد ما قال حد. هذه كيفاش مشات؟